كلو عبد الله مركز حلقة جديدة مع مايلو. مايلو النهاردة مايلو مش هنثبته بمكان واحد، مثلا هنا نروح في حتة تانية، هنا اتكلم على كذا نوع كلب. ده مايلو جدع، انا بعدها هناخد كلابش وبعدها هناخد ريتش وبعدها هناخد دنش. هناخد يعني هناخد الانواع، انواع الكلاب العالية، كلب الوانات حمراء، كلب كاسحة، دول في الارض، كلب وشه حلو مش وحش، كلب متجوز، كلب راجل، كلب بيحافظ على حاجته، كلب كوبية مية، وكلب يقعد معاك في الشارع من غير سلاسل ومن غير اي حاجة، كلب جدع يقعد جنبك، اقعد يلا، كلب جدع يقعد جنبك مفيش حاجة خالص، اعتبر ما عملش حاجة. احلى مساء يا كستوم. كلب الراجل سكتي على كلب اسمه ريتش جدع راجل عنده حوالي سنة ونص، شورت هير وجيرمان وصفاته عالية خالص. كلب جدع راجل بيحافظ على حاجة، بيشتغل بيمشي معاك جامد. كلب اهو لو قلت السلسلة خالص ما بقتش عندك جاري، تعالى خد ال الكلب ده بيحب اللي بيسيب له راحته، الكلب ده بيحب اللي بيسيب له راحته. حلو ظبطه عالية وكاسحة ودين في الأرض ووشه حلو يعني وشه ماشي مصفاته كده حالة. أحلى مسا عليكم بقى، تعالوا ندخلوا الكلب كده ونشوفه. يلا شعرته طويلة، كلب حلو، كلب زي ما مصفاته حمرا، كلب وشه فاح، كلب طلع على الأرض، كلب عنده كاسحة، كلب راجل، كلب
شغل صاع كلب شراسه كلب بيمسك دراع كلب بيمسك عصايه كلب بيمسك سكينه كلب بيمسك خرقه كلب بيمسك سلاسل ما تفرقش معايا اي حاجه. ان شاء الله جبت له ار بي جي وتيجي تضربه مش هتفرق معاه هيخش عليك برضه.
مش هتفرق كل ما اخواتي انا هتيجي على الكلام جه امك كمان امك كمان اخواتي مين اللي فجأة الجيش له في وشه؟ خلاص لا قلت كبريش رح داخل في وشه يخرب بيتك هتفضحنا ليه بس يا سولو؟ فتادا قول الاسامي ايه؟ بوظ بس على الزلو برضو نقول لكم باي باي بس ليتوا الراجل يمسك سكاكين ويمسك دراعه يخرب بيتي يمسك سكاكين ويمسك دراعه ويمسك كل حاجه نقول لكم باي باي لا بيشترك كل حاجه في الجاز تاخدوا الماركات كل حلقه جديده مع ياسين ولا اللي يعرفه ادوا له جايزه ايه السؤال هو؟ اهو استمر صور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معانا في الكسر انتوا عم تقولوا ان النور سي كابتن عرفتها؟ هو ده السؤال؟ هندي لك كلب هدية جو هو ده السؤال؟ جو هو ده السؤال؟ جو شو سأل جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كابتن ياسين ابن كابتن أبو نور كابتن أبو نور؟ يا خريف بيتك قول أنت كده أنا ما بهزر واحد ترجمه عشان الكلاب أنبياء وكلاب سامع لك رحمة وبركاته معاه بركات أنا من مدرسة الكابتن قول أقعد بالكاميرا قول أقعد بالكاميرا قول أنت يا أسطى أنا هنقولها لك بالراحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاه بركات بتاع من مدرسة الكابتن ليه كده؟ سوال سوال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معانا مركز تدريب كابتن أبو نور أنا ابن كابتن أبو نور ياسين الكابتن خلوه غلط أصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا مركز وانتسوا بعض أحمد اشتركوا لايك في الجلسة عم تسوا بقى